الاستاذ اشرف العسيلي والد محمود العسيلي. لا بيكلمنا من المحله دلوقتي. بتشرب سجاير كمان يا فايد؟ بتكلمنا ابطل السجاير يا محمود لما تبطل تشرب الشيشه ده. الله ده على الهوا. انا اول مره اطلع في راديو واول مره اطلع في هانج اوت لايف. كل حد من مستمعينا اللي بيكونوا موجودين معانا على الهانج اوت يقدر ان هو يكلم النجم على طول دايركت، يساله كل الاسئله اللي هو عايزها. عسيلي معاك، اساله عن كل حاجه انت حابب تعرفها منه. انا عايز اساله ازاي ساب الانجينيرنج والجامعه الامريكيه والتعليم ده كله وراح للغنى، لقى نفسه ازاي هناك وشايف نفسه ايه بعد 20 سنه؟ انا ما كنتش انجينيرنج عشان كده بقى، عشان نبقى واضحين، كنت برضو كنت ماس كوم يعني اعلام يعني حاجه برضو ليها علاقه بالهلس شويه. يعني كنت بتاع بيسيكلي كمان في الاعلانات اكتر، وكنت بحب جدا فكره يعني احب جدا ان انا لسه لغايه دلوقتي احب اشتغل في مجال الاعلانات. سبت ده لان المزيكا هي حياتي بجد من وانا صغير. شايف نفسي فين بعد 20 سنه؟ اتمنى ان انا ابقى بغني، او مش بغني بقى، بكون بلعب مزيكا او بغني في كل حته في العالم، ويكون ليا مدرسه خاصه باسمي ان انا بعلم الولاد الصغيرين المزيكا، وان يكون ليا مدرسه كمان في فني، يبقى في حاجه اسمها مدرسه محمود العسيلي الفنيه. كلمني ايه رايك في موضوع الهانج اوت؟ انت شايف دلوقتي عسيلي قدامك، شايفنا برضو موجودين قدامك، واحنا كمان شايفينك، ايه رايك في التجربه دي؟ انا عجبتني الفكره جدا ان الهانج اوت. مروان ثانيه واحده، هو انت في العربيه؟ انا في العربيه فعلا، انا انا برضو ودخلت على الهانج اوت من الموبايل. سهل الاكسس دلوقتي، ان شايفكم بنتكلم عادي وكده، هو من على الموبايل عادي جدا، فانا مبسوط جدا بالتكنولوجيا. عسيلي معاك، حابب تقول له ايه؟ انا كنت عايز اساله سؤال خصوص الاجزخانه. انت كنت مؤلفه من قبل الثوره مش كده؟ من قبل الثوره. طب ليه استنيت لغايه بعديها عشان لغايه بعد الثوره عشان تطلعها ولا لا؟ هي الفكره بالعكس، هي كانت هتبقى المفروض في الالبوم ده زي ما هي نزلت كده، ما كنتش عارف ان في ثوره هتحصل ولا حاجه. هي كانت نازله بتنتقد الاوضاع اللي ما قبل الثوره، فطبعا لما حصلت الثوره رحت منزلها على طول. معانا دلوقتي على الهانج اوت الاستاذ هشام الجزار، رئيس مجلس اداره شركه مزيكا. ازيك يا هشام، اخبارك ايه؟ انا مبسوط جدا ان انا شايفك النهارده اهو معانا في الجوجل بلاس هانج اوت، وان شاء الله دايما مع بعض كده يا هشام باذن الله. انت راجل كرييتيف ودايما بتطلع حاجات حلوه وبتعمل علامات جميله. ازيك يا نرمين، اخبارك ايه؟ انت طول الوقت الاغاني بتاعتك مختلفه عن كل الاغاني اللي موجوده، وكل المطربين اللي احنا بنسمعهم انت ليك لاين كده من اول ما نزلت. الحمد لله الحمد لله، يا رب افضل مكمل بقى في اللاين ده ان شاء الله. النهارده عملت حاجه كنت عمري ما اتخيل ان انا اعملها على جوجل بلاس هانج اوت، ان انا ابقى شايف الفانز بتوعي وهم شايفيني لايف. موضوع جديد، وموضوع ان عسيلي يكون اول نجمه معانا، حلقه كانت مختلفه جدا ومميزه جدا. شيء حلو جدا لما الواحد يكون من مش عارف، ممكن نكون اول مذيعين موجودين انا ومي في العالم، قدرنا ان احنا نكون موجودين بالشكل ده على جوجل بلاس هانج اوت.